السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. البنات راني صباحه مهلوكه والله، الا دابا راه الوحده ونص ولا الجوج قل ربع، الغزاله انا عاد جايه مع راجلي وصلني باش نتغدى، والله ما قاد صحتك، والله ما هزيت راسي. المهم البنات انتم كيف كتشوفوا، غادي نهز الفاكن باش نتغدى شويه هانتوما حتى البنات الكاوفلاند، شوفوا كاين تخفيضات. هانتوما البنات الزيت داروا له اورو 29، ناخدو انا دائما كناخذ البنات 3 4 كنخليهم سكور، كنخاف البنات شي مرات كتخونني هاد الزيت هادي، كناخذ غير مثلا جوج ولا 3 كنساها حتى ما كنلقاش. المهم الغزالات ديالي هانتوما كيف كتشوفوا معايا، انا هزيت هنا البنات ربع عاد القرعه، لان شحال من مره هاد الزيت هادي كتسالي وما كنردش البال. هنا البنات خديت التفاح، كنت ناويه البنات اليوم نمشي للسوق ونتقدى الساعه ربي ما بغاش، والعنب البنات كيف ما كتشوفوا حتى هو دايرين فيه التخفيض. كوفلان تقريبا دائما كيدير التخفيضات. هاد البنان هذا البنات بناتي طلع لهم البنان الكبير في الراس، وليت كناخذ لهم البنان الصغير باش ياكلوه، راكم عارفين الدراري الصغار كي دايرين دغيا الحاجه كطلع لهم في الراس. هنا الباربا البنات دايره 69 سنتيم دايرين فيها التخفيض، كذلك البطاطا حتى هي البنات دايرين فيها التخفيض. خديتها البنات جوج ديال الخناشي، لان حنا المغاربه كنموت اختي على بطاطا. هاد كوليفلور حتى هو البنات دايرين فيه التخفيض وحده باورو على ما اظن. هزيت جوج البنات كيعجبني نديرو في البيض ونقليها البنات في الزيت حتى بنتي كيعجبها. البنات خديت هنايا جوج وحدات، وهنايا البنات رانا كنستف هنايا في الفاغن ديالي هنايا، هادشي هاد الساعه اللي خديت كناخذ ليهم البنات حتى هاد زومبي هذا ولا هاد مايس هادي، البنات كيديوها معاهم حتى هما للحضانه، كنديرها لهم في دوز. الملحه دائما كتكون عندي جوج ثلاثة، لان شحال من مره دازت عليا كنساها البنات وما كتبقاليش. وهنايا البنات جيت ناخذ الطحين كيف ما كتشوفوا، عرفتوا النهار ديال التقضيه مشكله يا البنات. هنايا غناخذ البنات الطحين كيف ما كتشوفوا معايا، غناخذ واحد ثلاثه بحال هكاك، اما كناخذ ثلاثه اما كناخذ جوج على حساب. راكم عارفين الطحين اللي كنعجن بها البنات كناخذو على دار عمر وما كنخلطوش، وهذا البنات كنخلي غير المسمنات ولا الا درت شي بسكوتش ولا كيكه. هنا البنات كذلك السكر كنخليه حتى هو كنحطو ريزيرف في بيت الخزين. وهنايا البنات هاد كونفليكس حتى هو البنات خديته لبناتي. شوفوا البنات هاد السفه هادي اللي كتعجبو هكذا دايره راها كاينه في كوفلاند، هادي السفه بسوالفها يا اختي. هاد السفه هادي البنات كنت شحال هادي منين قبل ما يكون عمر، فاش ما كنتش كنلقاها عند مغاربه ولا كتبان ليا غاليه بزاف كنت كنجي ناخذها من هنا. دابا غناخذ البنات نودل، غنشوفوا نودل اختي ماكارونيس عندي على هادي البنات، كنت كنجي كناخذ هادي. هادي حتى هي واحد السفه اللي طويله تقدي تاكليها على شكل سباغيتي، بحال مثلا الا بغيتي تبدلي كانوا عندك الضياف بغيتي تحطي شي حاجه سبيسيال زوينه، وكاين اللي ملي كيجي يبغي يطيبها كيهرسها، انا ما كنتش كنهرسها البنات كنت كنخليها هكا، كتعطي واحد المنظر غزال هائله البنات جدا. كاين الكبيره والصغيره، هذيك اللي وريتكم بيو غتكون غاليه. صافي الغزالات غادي نشوف هنايا اللي خاصني، ناخذ واحد كارطوف من اللي هي كتعجب بنتي. ايوا يا خواتاتي وحنا غاديين هاد الكرش ما كتساليش، غاديين وكيغليو، معفين غادي يوصلو، معفين بغاو اختي يوصلونا. هي نودله البنات، انا بنتي ما كتبغيش هادي، انا اختي كيتشرطوا ليا. خد لهم غير هادي، هادي هي اللي كاينه هانتوما البنات. البنات بغيت نشارك معكم واحد الحاجه اللي هي زوينه بزاف الا ما كنتوش كتنتبهوا ليها، بالنسبه هكا الوليدات اللي كيمشيو للكنداغارتن اللي كيمشيو للمدارس، كاينه هنا كتكون واحد اللعيبه هنايا اللي البنات فيها 8 ديال الوحيدات، هادو كطيبيهم بالليل والصبح كيديوهم معاهم، هادو بحال اللي كيبيعوهم المخبزات كيطيحوا هنا رخاص. وكاينه حتى بغيت تسال، كاينه حتى واحد اللعيبه دايره بحال هكا مدوره فيها بحال 8 في الوسط، هي بلاصتها ما بقاتش. هذه البنات اللي كتكون في المخبزات راه الوحده كتباع بشي اورو شي حاجه، هذه البنات
غادي نديها نبقى نطيبها لهم في الليل في الفران، نطيب لهم مثلا جوج ربعه على حسب شحال بغاو، وغادي يبقاو يديوها معاهم، يا اما ياكلوها هكا يا اما كديري لهم لداخل بحال ساندويتش، ولا ديري لهم فرماج كيزه بوطا. فهمتوا البنات؟ كطيح رخيصه وبثمن زوينه. الغزالات ديالي راه كتكون هنايا فين كيكون الغزالات ديالي الكوخن، انفصل الكوخن هنايا، انفصل الكوخن هي هذه. هذه كتساعدكم يعني على الافكار ديال بغوت دوزه ديال ولادكم. هادو البنات الصراحه دائما الخبز، دائما الخبز انا بناتي شي مرات كيجيبوه لي كيحطوه ليا هكا مابقاوش بغاو ياكلوه. كنت باغا ناخذ لهم هذه وبغيت سال، بغيت سال البنات سالات. المهم كاينه البنات هذه، ها هي غادي نبقى نديرها نطيبها في الليل وفي الصباح يبقاو يديوها معاهم. مع راني مريضه راني غير كنتشهى البنات، راني غير كنتشهى. غادي ناخذ هذه، ناخذ هذه اختي كتعجبني بارده كتجي بنينه في هذيك الكريمه، ما فيها حتى شي حاجه، كلوها بعينيكم مغمضين. دايره اورو 29 البنات، ها نتوما شفتوا. المهم الغزالات صافي حنا تقدينا، خصنا هذا الشيء البنات نستفوا غير هنا في الطوموبيل. ها نتوما قوه هذا الخناشي والسيكان هنايا عندي الرام البنات، وفي الدار عندي الرام. المهم البنات هذا الشيء غادي نقادوه. ها البنات صافي انا تقديت وساليت البنات، جبت هذا نتاع السوشي. انا عندي بنتي ما كتاكلش اي حاجه، قهرتني قهرتني. وندير اختي الطاجين تقول لك ما بغيتوش، درنا الراس ما كياكلوش، درنا اللي درت كتقول لك ما هو ماشي هو. شي بنات بنات اوروبا ولا ولاد اوروبا زايره وانا سوقهم خاوي. دابا انا خصني البنات بني ندير الغداء، خصني ندير الغداء ليا، خصني ندير الغداء لبنتي بوحدها. لا اله الا الله محمد رسول الله، والله القسم البنات الا هبلوني. خص دابا منين ديري الغداء خصك تتجاهدي ديري الغداء هكا ليك انت، داكشي اللي غديري الغداء اولا اللي مشاهيه، وديري ليهم هما شنو غياكلوا. البنات جبت هذا، هذا راه عند الشينوار خاص، ولكن ما عندي ما ندير، خديته بشي جوج اورو زياده، جوج اورو 99. هذا اللي كيتلوى فيه السوشي، هذا الكحل هذا. خديت افوكادو اللي غادي دار معاه. خديت البنات خديت الجامبا الكروفيت صغيور. خديت شنو عاوتاني اخو، خديت سالمون حتى هو هذاك الفيلي ديال السالمون. المهم كدير فيه خيزو، تقدري ديري فيه الداخل. انا غادي نديرو الا قد الجهد، رانا مريضه شوفوا راه عينيا ما كنقدش نحلهم. الا قديت نشارك معكم، ما قديتش رانا ما قديتش. المهم الغزالات ديالي نوريه لكم غير في الانستغرام، الناس ديال الانستغرام راهم مربوحين، الناس ديال الانستغرام راه كيشوفوا اي حاجه نقدر ما نشاركهاش هنا في الفيديو كنشاركها معاهم في سميتو. المهم البنات خديت هذا الفرماج هذا، خديت البنات هذا فخيش كيزه هذه، هذا هو الكروفيت الصغير ورا البنات اللي خديته للسوشي، هذا هو السالمون اللي خديته حتى هو البنات للسوشي. شنو اخر خديت البنات نودل، خديت شله وباقي عاد هنا الفاغن هذه، هذه راها باقا عاوتاني حتى هي عامره بالتقاديه والتخربيق. خديت البنات هاد البونجات، خديت هاد الموزاريلا حتى هي راها كتعجبني هذه. ونوريكم بنتي، رانا وريت البارح المتتبعات ديالي في الانستغرام، راه قلت لكم اي حاجه نقدر باللي نكون دايره ندير معاهم ستوريات، ندير معاهم هذا داك الفرماج، هذاك البيض اللي كتشديه وكديريه هنايا وكتدخليه الفران كيطيب. البنات انا عجبني ماشي شي حاجه، عجبني هذا كيدير شي 4 اورو شي حاجه. وبنتي قالت لك ما عجبنيش، وقلت لها ما عجبكش لاش اختي، لاش اختي، لاش اختي، قالت لي المهم دقناه. ها هو البنات كيسمع فيك ولكن ما يضيعش نهار نبغيه. هذا البنات لقيته باورو 29، خديت 4 حيت انا من داك النوع اللي كنبقى ندير في الزيت. انا الزيت ما كنستعملهاش بزاف، هذا غير باش نعطيها لكم كنصيحه. انا هذيك في ديك الفريتوزه الهوائيه الاير فراير هذيك البنات راه عرفتي كندير فيها الكوتليت، كندير فيها الفخيضات، كندير فيها اليطاس ديال الدجاج جناوح الدجاج، كندير فيها البطاطا فريت. انا قليل فين كنقلي، قليل انا الزيت عرفتي شحال كتدي لي، واخا هكاك كنهز هادو وكنخبيهم عندي تما، حيت شي مرات كيسخن عليا راسي وكيقول لي اسماء هذيك الفريت اللي غطيبي في اير فراير قليها في الزيت، مع الزيت كتجي اختي بنينه. فهمتوا البنات؟ شنو اخر خديت البنات هاد الميرميلاده هذه،
البنات انا يا بناتي ولاو كيمشيو ليا للحضانه ما كيبغاوش ياكلوا لي حتى حاجه، ما كيمشيو للكينداغارتن دوزا كي كنعمرها كي كيردوها قليل فين كياكلوا. ملي كنشوفهم بحال هكا كنشوف اللي طلع لهم كلشي في الراس. خديت لهم هذا الفرماج هذا، هاد جوج حبات هادو معدلين شي اورو 99 ولا اورو 79 لا ما عقلت. هذا نبقى نديرو لهم في دوزا نبدل لهم شويه، راه كان هي ما ندير لهم. وهنايا راه ماشي بحال المغرب، داك رايبي وداك اكتيمال داك الشيء كله عندنا حنا ممنوع. كيقول لك ديري لهم الخضروات بحال الفلفله قطعيها ليهم، ديري لهم الخيار، ديري لهم كاع الحاجه الصحيه، ديري لهم كونفليكس، ديري لهم العنب، التفاح، بزاف د الحوايج. الخبز ما ديريش فيه الشوكولاته، ديري فيه الزبده، ديري فيه الكونفيتير والفرماج، ديري فيه عسيله، داك الشيء الصحي. نهار تقبي معهم الورقه كيصيفطوا لك ورقه كيقولوا لك السيده راه داكشي اللي كديري راه ماشي هو هذاك، ديري لهم اللوز، فهمتوا الفواكه الجافه. ديك البنات هاد الزبيب غير ما شقت لي عليه، راه ما قال لي راسي الناس ديالي. بالنسبه للناس اللي كانوا كيسولوني وكيعاودوا عاوتاني يسولوني ويسولوني، راه ماشي كنساكم البنات، لا بالعكس، راه البنات غير ما كنلقاش الوقت والله العظيم. وكل مره واحد كيسولني سؤال كنجاوب عليه بطريقتي. البنات بزاف ديال الناس اللي باغيين يجيو لهاد البلاد وكيسولوا على البيرمي، واش هذاك البيرمي اللي كيكون مبدل في اسبانيا ولا في الطاليان ولا في شي بلاد واش كيتقبل هنا؟ واش البيرمي ديال المغرب اللي كيجي من المغرب وكيكون ما مبدلش في اسبانيا واش يقدو يبدلوه لك في الالمان؟ حيتاش فرنسا كتبدل، بلجيكا كتبدل، الا هاد البلاد السعيده اللي حنا فيها ما كتقبل لا ديال مبدل في اسبانيا ولا ديال هنا. بالنسبه للناس اللي كيسولوني عاوتاني كيقولوا لي اسماء، واش هذاك البيرمي السبنيولي اللي عندنا مدوزينو حنا في اسبانيا واش ضروري نبدلوه هنا؟ ماشي ضروري، الا بغيتي تبدليه بدليه، ما بغيتيش تبدليه ما تبدليش، لكن حريه الاختيار عزيزاتي. مهم بيرمي راه اوروبي. كاين بعض الناس اللي كنعرفهم شدوا داك البيرمي السبنيولي اللي مدوزينو في اسبانيا بدلوه هنايا، وكاين اللي ما بغاش يبدلو خلاه عنده. فهمتوا البنات؟ بالنسبه للناس اللي كيسولوا على البيرمي، بالنسبه للناس اللي عندهم بيرمي مغربي مبدل في اسبانيا ولا في الطاليان ولا في شي بلاد، راه ملي كتجي هنايا راه يمكن لك تسوق به 6 شهور ما كاينش اللي يهضر معاك. ولكن من مور هذيك 6 شهور منين تدوز كتولي بحال لا كتريسكي، ماشي مشكل، راه تقدر تسوق به. ملي كتسوق به الا درتي شي مخالفه ولا كان شي كونترول كيقول لك وقف الطوموبيل، عطيني البيرمي، عطيني الوراق ديال الطوموبيل. فاش كتعطيوهم داك البيرمي وداك الوراق ديال الطوموبيل كيشوفوا البيرمي كيلقاوه ام ا، كيقول لك حبس الطوموبيل هنا ما تسوقش بها، عيط اللي يجي يسوقها ويديها لك فين بغيتي. هذه الحاجه الاولى. وكاين بعض الناس اللي كنعرفهم كيسكنوا في البويبلوس، كيسكنوا برا المدينه وعندهم الام ا وكيشدهم كونترول وكيشدهم البوليس وما عارفين والو. علاش؟ راه المدينه اللي كتكون فيها المغاربه بزاف كتنغل، صافي كيعرفوا كيشدوا الاول يشدوا الثاني، صافي كتعرف هنا دغيا. اما اللي كيكونوا الناس اللي كيكونوا برا المدينه راه واخا كيشدك البوليسي راه قليل اللي كيكونوا عارفين، ما كيكونوش عارفين كاع البوليساي كاملين. فهمتوا؟ الغزالات ديالي، منين كيشدك المره الاولى كتكون دازت 6 شهور ديال السوغان وكيشدك المره الاولى كمخالفه اولا ك كونترول، ملي كيقول لك وقف الطوموبيل وعيط اللي هزها غتوقفها وغتعيط لشي حد اللي يهزها يديها لك حدا الدار ولا شوف فين تديها. ياك الا قال لك شي نهار سخن عليك الراس وعاودتي هزيتي الطوموبيل وهما راه صافي، راهم صافي سجلوا لك الماتريكول، سجلوا لك كلشي، الا عاودوا شدوك كيتمشي ديريك الدعوه للمحكمه. علق ليلة علق ليلة كتخلص واحد 2000 وزياده كبروسي. فهمتوا اخوتي اخواتاتي؟ وبالنسبه للناس، اللي مازال ما تشدو، راهم الناس بزاف كنعرفهم ها راه باقين كيسوقوا به وباقين ما تشدوش. يعني راه واخا كتسوق من بعد 6 شهور راه ما عندكش مناش تخاف، نهار الاول غير كيوقفوا كيقول لك وقف ما تعاودش تسوق والسلام عليكم. وكاينين الناس اللي واخا شدوهم
راهم مشاو دوزو البيرمي جاهدوا معاه حتى داو وصلاتو على النبي. هاد لا هاد هاد الاسئله هادو كانوا بزاف اللي كيسولوني وكيقولوا لي اسماء عفاك قولي لينا كيفاش داير هنا البيرمي. البيرمي هنا راه بحالو بحال كاع البيرميات، غادي تحفظي خاصك ديري مجهود باش تحفظي وباش تنجحي، وخاصك تكوني مركزه في السوغان. هنا ملي كتنجحي في الكود كدوزي للسوغان، هنايا راه الا درتي عقلك فيه غتديه، ما درتيش عقلك فيه راسك قاصح راه ما غتديهش. اما الا كان عندك الغرض على انك تديه راكي غادي تديه، راه حتى حاجه ما سهله في هاد البلاد. بالنسبه لي غتسولني وغتقول لي اسماء البيرمي هنا شحال بشحال كيطيح، كاين اللي طاح عليه غير ب 1200، كاين اللي طاح عليه ب 1500، كاين اللي طاح عليه ب 3000، كاين اللي طاح عليه ب 4000، فهمتوا؟ على حساب واش كان كيسقطو كيعاود، حيت الا سقطتي في السوغان راه خصك تخلصي واحد 350 اورو باش كتخلصي الوراق ديالك باش تعاودي. وعاوتاني باغاش غتقولوا لي بشحال الساعه، الساعه البنات راه دايره 155 اورو، وعلى حساب كل بلاصه وكيفاش، وعلى حساب كل. انا هاد المعلومات هزيتهم من عند الناس اللي كيدوزوا البنات البيرمي. عندك جوج سوايع ب 120 اورو بحال هكا، المهم بحال هكا قالوا لي، يعني 55 اورو للساعه بحال هكا. شفتوا البنات هاد البيرمي هذا بالنسبه اللي ما عندوش راه ماشي خساره فيه. فهاد البلاد هادي فين حنايا كيخص البيرمي، خاصك دي ولادك تجيبيهم كيمرضوا، خاص الصراحه ماشي خساره فيه. اللي مشى بداك البيرمي ماشي خساره فيه، فهمتوا خواتاتي؟ يعني اللي ما دارتوش او اللي عندها هاد العائق هذا البيرمي هنا في هاد البلاد، هاد البلاد اللي حنا انا فيها، خاصها الطوموبيل، يمرض الولد، الراجل يكون في الخدمه، تكوني انتيا مريضه، تمشي لراسك، تبغي تقداي، تبغي تقدي الامور ديالك، تبغي تدي شي حاجه تصايبيها لراسك، العين شافت القلب وجع، بزاف ديال الحوايج غير مقديات وحلي فيها، فهمتوا البنات؟ لهذا اللي مازال ما بداش يدخل يتوكل على الله. وهذا هو الجواب ديالي على هذا الموضوع هذا البنات. هذا الفيديو هذا كان خفيف ظريف على قلوبكم البنات، رانا عيانه والله ما قاده، رانا مهلوكه، رانا درت لكم هذا الفيديو درت غير في المجهود ديالي، لان هاد الايامات وليت كنبطل بزاف وتكاسلت مع القناه. وحتى الكومونتيرات ما كنلقاش منكم تشجيعات، ما كنلقاش منكم شي حاجه اللي تدفعني نزيد لقدام، حتى انا وليت صافي ولا عندي زايد ناقص. وليت كنخدم في التيك توك، غنبقى نخدم في التيك توك واخا نعرف نغيب في اليوتيوب ونخدم في التيك توك، حيتاش التيك توك كيوصل اليوتيوب صعيب بزاف وما كاينش اللي يدفعك، وراه ماشي غنسمح فيه، ما غنسمحش فيه. والتيك توك راني بديت كنخدم فيه الجهد، ما كاين غير العمل العمل العمل، حيتاش هو اللي غيوصلني باذن الله. موح عليكم، خليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد. كنشكركم بزاف، شكرا على تتبعكم، شكرا على الكلام الجميل، شكرا للمتتبعات ديالي اللي كيتلاقاوني وكيقولوا لي كنستافدوا معاك. تبارك الله عليك، الله يوفقك، الله ييسر لك. باي باي عليكم، خليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد.